أحبائي المشاهدين، برحب بيكم على شاشة قناة سي سات الفضائية، وإحنا فعلا مبسوطين جدا أنه نتابع مع بعض حلقات برنامج عصر الآباء يتكلم. وموضوعنا النهاردة هو موضوع مهم جدا جدا، لأنه بيعتبر مصدر رسالة الإنجيل أو المصدر الهام اللي بدأ فيه فكر رسالة الإنجيل عند كل آباء الكنيسة في العصور كلها، وهو موضوع النعمة. النعمة في فكر آباء الكنيسة، يا ترى الكلمة دي يمكن بنرددها كتير قوي، وعلى لسان العامة موجودة على ألسنة الناس بشكل كبير قوي قوي، لكن يا ترى إيه هي مفهوم النعمة؟ يا ترى إيه هو مفهوم النعمة الكتابي؟ يا ترى الآباء كانوا بيتمسكوا بأي مفهوم بالضبط من مفاهيم النعمة المتعددة لدى الذهن الإنساني؟ للوهلة الأولى، واحد يتكلم عن النعمة إن هي حاجة من عند ربنا، يعني هدية، as a gift. واحد تاني يتكلم عن النعمة بمفهوم إنه هو حاجة ما يستحقهاش بس خدها. واحد تاني يتكلم عن النعمة بمفهوم إنه هو علشان عمل أمور حلوة جدا في حياته فمستحق للنعمة اللي هو عايش فيها أو البركات اللي هو عايش فيها. لكن الحقيقة مفهوم النعمة عند أباء الكنيسة كان عميق جدا جدا، ما كانش بالشكل السطحي اللي احنا بنتناوله في أحاديثنا وفي أفكارنا اليومية. نشوف القديس إيريناوس كان بيشدد على الولادة الجديدة، وبيشدد على أنه مفهوم النعمة هو مفهوم الولادة الجديدة. يعني كان بيتكلم بحسب الكلام اللي دار ما بين الرب يسوع ومعلم اليهود نيقوديموس، ونيقوديموس احد المعلمين زي ما احنا عارفين كان معلم مشهور جدا. لكن في الوقت دوت جل يسوع في وقت من الاوقات وبدا يساله، يقول له انا يعني نفسي ارس الحياه الابديه، انا نفسي ابقى موجود الى الابد مع الله في اخر الزمان، انا نفسي ما اكونش مجرد ان انا اتخدعت، ازاي اعمل كده؟ قال له ينبغي ان تولد من جديد. فنيقوديموس للوهلة الأولى قال له يعني إيه أنا شيخ وملآن سنين وشيب ملأ رأسي أدخل بطن أمي مرة تانية وتولد؟ رب يسوع قال له أنا لا أكلمك عن الميلاد الجسدي، لكن أكلمك عن الميلاد من فوق، وكان المقصود هو الميلاد الروحي. وطرح لي المثل المشهور، قال له الروح زي الريح تأتي من حيث لا تعرف وتذهب إلى حيث لا تعرف، هكذا الروح أيضا. وتكلم عن أن الميلاد الروحي هو ميلاد من فوق، ميلاد له صفات خاصة. القديس إيريناوس لما كان بيتكلم عن النعمة كان بيشدد على مفهوم الولادة الجديدة، أن النعمة في إجمالها في مصدرها هي الولادة الجديدة. عشان كده النهاردة إحنا عايزين نتكلم بصراحة شديدة جدا جدا عن مفهومنا إحنا النهاردة في الكنائس وفي كل حواراتنا عن نعمة الله. يمكن بعض الآيات اللي توضح لنا هذا المفهوم من كلمة ربنا، نقرأ مع بعض مثلا من رسالة يعقوب، يقول يا إخوتي هل ينفع أحدا أن يدعي أنه مؤمن وليس له أعمال تثبت ذلك؟ هل يقدر إيمان مثل هذا أن يخلصه؟ لنفرض أن أخا أو أختا كان بحاجة شديدة إلى الثياب والطعام اليومي، وقال لهما أحدكما أتمنى لكما كل خير، البسا ثياب دافئة وكلا طعاما جيدا دون أن يقدم لهما ما يحتاجان إليه من ثياب وطعام، فأي نفع في ذلك؟ هكذا نرى أن الإيمان وحده ميت ما لم تنتج عنه أعمال. وربما قال أحدكما أنت لك إيمان وأنا لي أعمال، أرني كيف يكون إيمانك من غير أعمال، وأنا أريك كيف يكون إيماني بأعمالي. يمكن موضوع النعمة والإيمان والأعمال مرتبط شوية ببعض. يا ترى إحنا بناخد النعمة بأعمالنا ولا بإيماننا؟ يعني الولادة الجديدة يا ترى بناخدها بإيماننا ولا بأعمالنا؟ الرسول يعقوب بيتكلم عن البداية هي الإيمان والثمر هو الأعمال. فالموضوع مش موضوع جدلي،
ولا موضوع فيه يعني يتناقض الفكر المسيحي أبدا على الإطلاق. لكن الموضوع مش زي ما بعض المفكرين بيقولوا البيضة ولا الفرخة، انهين الأول، هي مش القضية البيضة الأول ولا الفرخة جابت البيضة ولا البيضة هي اللي جابت الفرخة، لكن القضية إن هي حياة متكاملة يعيشها الإنسان، فيثق في إلهه فينال الولادة الجديدة، والولادة الجديدة تنتج عنها أعمالا صالحة. موضوع في منتهى البساطة بدون تعقيدات وبدون دخول في لاهوتيات معقدة وأفكار يعني ممكن تتوه المشاهد أو تتوهنا مع بعض. القديس أوريجانوس واحد من الآباء يرى في المعمودية أساس الحياة الروحية في مختلف مراحلها. فالمعمودية تشرك الإنسان في حياة الكلمة والروح والإيمان والمعرفة والمحبة، تقوده عملية المعمودية إلى محبة الآب، فيصير إنسانا جديدا ويتحرر من الاستعباد للخطيئة، ويصبح أخا في عائلة المسيح وابنا للآب، وهكذا يشترك في الطبيعة الإلهية بالمحبة والروح اللذين أفيض في قلبه. والقديس أوريجانوس بيأكد على حقيقة الحياة المتكاملة، إنه النعمة مش مجرد فكرة أنت بتقول أنا عايش في النعمة، أنا عايش في النعمة الغنية. طب كويس، طيب إيه اللي بيحيط بيك بقى في هذه العملية؟ بيحيط بيك كل شيء، أنت بتنال الولادة الجديدة، بتدخل إلى عائلة المسيح، بتمتلئ من الروح القدس، بتصير حياتك مختلفة شاهدة عن حياة النور بعدما كنت في حياة الظلمة. لكن إن كانت حياتك لم تشهد للنور بعد، ولم تصبح من أولاد النور، لكن حياتك بتشهد عن أعمال ظلمة وأعمال جسد وأعمال عنف وأعمال خصام وأعمال شقاق، يبقى مش ممكن تكون أنت من الروح ولا اتولدت ولادة جديد. فالقديس أوريجانوس بيركز قوي على النقطة ديت، وهي أنا بسميها كأنها منظومة متكاملة، يعني كأنه الموضوع one package. ما ينفعش تاخد حتة وتقول أنا هاخد الحتة دي وافرح بيها وخلاص. ما ينفعش تقول مثلا أنا هعمل خدمة حلوة في الكنيسة علشان ربنا يرضى عني وخلاص. لا، طب ده نتيجة ايه؟ انت بتعمل ده نتيجة ايه؟ ايه الدافع اللي نتيجة ان انت بتعمل بيه الخدمة دي في الكنيسة؟ عشان كده الموضوع بتاع النعمة ده موضوع مهم جدا جدا في كلمة ربنا. احد الناس المشهورين واللي اتكلمنا عنهم قبل كده من الاباء اسمه كيرولوس الاورشليمي، قال ان المعمودية تمنحنا الروح القدس والمواهب المختلفة، وقال ان المعمودية التي ستقبلونها هي امر عظيم، انها بتعبيره هي انك تتحرر من اسر الخطية وتغفر لك خطاياك وتولد جديدا في المسيح، اي نفس جديدة، ويعطى ثوب جديد ليك اللي هو ثوب البر ورداء البر ورداء الخلاص بالنعمة طبعا، ويأتي ختم يقدس حياتك على قلبك لا يمحى، عشان كده يقولك نأخذ الروح عربونا، وهي أيضا طريق إلى السماء ونعيم الفردوس وعربون الملكوت وموهبة التبني. ثم يذكر سكن الروح القدس في النفس التي تصبح مسكنا إلهيا. كمان شوفوا مفهوم الأباء مفهوم شمولي، يعني أنا عايز أقول إنه المفهوم النعمة عند أباء الكنيسة ما كانش مفهوم أحادي، ولا كان مفهوم قاصر فقط على العطايا الإلهية ولا على البركات ولا على المعجزات اللي بتتم في حياة الكنيسة، ولا على مجرد شيء بتناله نتيجة استحقاقك، لكن شيء بتدخل فيه فتتغير حياتك بالكامل. عشان كده مفهوم النعمة هو سكنة إلهك في قلبك، وده أعظم شيء في الوجود. أعظم شيء في الوجود أنه يصير قلبك مسكنا لله، يصير قلبك مسكنا لله، أنه الله يرتاح فيك ويلاقي راحته في قلبك، ويلاقي قلبك مقدس نقي يستحق السكنة الإلهية. النعمة في فكر الآباء هي أنك تكون وليد
نقي مولودا من الروح، وليد للنور وشاهد للنور وشاهد للحق وشاهد للبر الذي سكن فيك. عشان كده المفهوم بتاع الآباء الخاص بالنعمة يستلزم مننا ان احنا نفحص افكارنا. انا عايز النهاردة اشارككم بالفكر اللي خاص بالآباء، لكن كمان عايزين نضع هذا الفكر كمرآة لينا. يا ترى احنا النهاردة فاهمين النعمة زي ما هم كانوا فاهمينها؟ يا ترى احنا النهاردة مقيمين في النعمة زي ما هم كانوا مقيمين فيها؟ عارفين اللي كان بيغير النفوس حواليهم وبيغير القلوب المظلمة من عبادة الأوثان ومن سكنة الخراب الروحي اللي في قلوبهم، وبيغيرهم من مجرد أناس يتحركون بشهوات قلوبهم ويتحركون لشهوات الجسد وعبادة الجسد وعبادة الآلهة إلى مسيحيين حقيقيين يموتوا من أجل المسيح ويستشهدون عن ده. يا جماعة كانت أعظم معجزة بتتم في حياة البشر، وده كان عن طريق النعمة، النعمة المخلصة، النعمة التي تغيرك، النعمة اللي هي فيها معجزة حقيقية بتتم بولادة جديدة في قلبك. عشان كده النهاردة هو ده السؤال، يا ترى أنت اتولدت من جديد؟ يا ترى أنت فيك سكنة الله؟ يا ترى أنت عايش النهاردة بتأثير نعمة ربنا في حياتك، ولا النعمة بعيدة عنك؟ النعمة شيء يقيم داخلك، مش شيء يبقى براك. النعمة الإلهية هي سكنة الله في قلبك، النعمة الإلهية هي الولادة الجديدة، النعمة الإلهية هي تغيير قلبك من الداخل، النعمة الإلهية هي أعظم معجزة في الحياة. كلنا عارفين لما بيتولد يعني بيبي جديد، البيبي بيبقى نقي جدا، نقي جدا، لأنه لم يصنع أي شيء. عشان كده الرب يسوع قال كده للأطفال لما انتهروهم الرسل، قال لهم كده: دعوا لا تبعدوهم، لكن دعوا الأطفال يأتوا إلي، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. لا تنتهروا الأطفال. انتهار الأطفال ده مش عمل جيد، لأن الأطفال دولت لهم ملكوت السماوات، وبالتالي احنا يحتاج كل واحد فينا انه يولد من جديد في المسيح. وده عمل النعمة، ده عمل النعمة يا جماعة، ده لا عمل اي انسان في الدنيا، ولا يمكن انه يكون عمل اي منظمات تعليمية او اجتماعية او خيرية. ناس كتير بتفتكر ان احنا لما نعمل اعمال صالحة كتير قوي، لما نعمل اعمال رائعة جدا ونغير في المجتمع و و و و ده ممكن يغير الناس، لكن الحقيقة ما بيغيرش النفوس. يعني تغيير النفوس ما بيتمش غير عن طريق يد الله القديرة اللي بتدخل لقلب الإنسان وتزيل كل قبح فيه وتزيل كل نجاسة فيه، وتولده من جديد طفل جديد بريء، بقلب جديد، بفهم جديد، بفكر جديد، بحياة جديدة هي حياة روحية مش حياة جسدية ضعيفة. عايز أشارككم بنص تاني موجود في كلمة ربنا بيتكلم عن النعمة المخلصة لجميعنا في رسالة العبرانيين، ودي رسالة من الرسائل الرائعة جدا اللي بتتكلم بالمفهوم ده بشكل واضح جدا. بيقول أن الله في الأزمنة الماضية كلم أبائنا بلسان الأنبياء الذين نقلوا إعلانات جزئية بطرق عديدة ومتنوعة. أما الآن في هذا الزمان الأخير فقد كلمنا بالابن الذي جعله وارثا لكل شيء، وبه قد خلق الكون كله. وبيقول إيه بقى؟ إنه ضياء مجد الله وصورة جوهره، حافظ كل ما في الكون بكلمته القديرة، وهو الذي بعدما طهرنا بنفسه من خطايانا جلس في الأعالي عن يمين الله العظيم، وهكذا أخذ مكانا أعظم. فلأي واحد من الملائكة قال الله مرة: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك؟ أو قال أيضا: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا. عشان كده بنشوف واضح جدا الحوار اللي دار هنا، أنه كاتب رسالة العبرانيين عايز يقول أنه يسوع المسيح هو باب الدخول للنعمة. ما ينفعش تخش للنعمة الإلهية، ما ينفعش تخش إلى غنى النعمة الإلهية بدون أن تطيع يسوع المسيح في حياتك.
فطاعة يسوع المسيح خالق الكون وخلقت من أجله الأشياء وبه خلقت كل الأمور وله أيضا خلقت كل الأشياء به ومنه وله. علشان كده بيقول إنه هو المكانة التي أخذها لكي يدخل إلى قدس الأقداس وبه نستطيع أن ندخل معه أيضا. عشان كده النعمة تجسدت في صليب يسوع المسيح وموته وقيامته من أجلي ومن أجلك. النعمة ظهرت بشكل جلي في الصليب. يمكن ناس كتير تقول الصليب يعني دم، الصليب علامة للخزي والعار، الصليب كان أداة للموت، لكن الصليب كان هو صورة لنعمة الله المخلصة لجميعنا. الصليب ظهرت فيه نعمة الله بشكل عجيب جدا جدا. ليه؟ لأنه في الصليب كان العقاب هو عقابي وعقابك، لأنه الصليب هو جزاء من خان ليموت، لأنه الصليب والدم والدموع والألم هو نتيجة الخطية. لكن الحقيقة مات البار من أجل الأسمى. ده نقدر نقول هو ده مفهوم النعمة الكتابي الحقيقي، مات البار من أجل الأسمى. لما أنعم علينا في المحبوب يسوع، يعني إيه المفهوم ده بقى؟ مفهوم مهم قوي لازم تفهمه النهاردة معايا، وحاول أبسطه بقدر الإمكان وبكل ما أتيت لي من أفكار. إنه العار كان يلاحق كل الجنس البشري، وإنه الخطية والموت والظلمة هي اللي كانت بتحيط بالإنسان، وإنه عالم الدم والدموع والقتل والموت ورائحة الموت دي كانت الحياة اللي بيعيش فيها الإنسان. لكن ظهرت نعمة الله المخلصة لجميعنا في المسيح يسوع، فجاء يسوع المسيح مظهرا بالصليب محبة فائقة ونعمة فائقة وغنية ومذهلة، وفقط كل المقاييس البشرية وغير البشرية، فقط كل أنواع المنطق، كل أنواع الفكر الإنساني، كل أنواع الحسابات، لأنه الحساب يقول أنه أجرة الخطية موت، وأنه اللي أذنب هو اللي المفروض يشيل هذا الذنب، وأنه المجرم لازم ياخد عقابه. لكن الحقيقة في نعمة المسيح، نعمة المسيح قالت العكس، قالت لا 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 لا، المجرم أنا، المجرم أنا هزيل كل خطاياه في الماضي وهغير قلبه كمان من الداخل، وهديه روح جديدة وسكنة جديدة يطلع ثمار أعمال جيدة يراها الناس في الخارج. ومش بس كده كمان، ده أنا هضمن له كمان حياة أبدية، يعيش للأبد بعد الموت الجسدي المحدود، يعيش في الأبدية عيشة هنية سعيدة، يعني ماضي يتغفر وحاضر تعيش في هنا وسعادة وعلاقة حقيقية مع المسيح، ومستقبل مضمون وفي ضمان أبدي إنك هتعيش في الأبدية مع المسيح يسوع. ما أحلى هذا المفهوم. الآباء كانوا فاهمين كويس قوي مفهوم النعمة بهذا الشكل، إنه النعمة مش حاجة أنت بتاخدها لأنك مستحق، ولا النعمة حاجة أنت عايش فيها وتعمل اللي أنت عايزه، ولا النعمة هي مجرد مفهوم لاهوتي مجرد يعني النعمة النعمة، لا لا لا، النعمة تساوي حياة، والحياة اللي بتعيشها ماضي وحاضر ومستقبل، النعمة في كل جزء من أجزاء، وكأنه الله تدخل بنعمته بل أظهر نعمته. مين اللي أعلن عن النعمة يا جماعة؟ هو ربنا. يعني النعمة مش إحنا اللي فهمناها، ده مفهوم مختلف تماما. النعمة مش حاجة أنت فهمتها أو أنت استنتجتها أو أنت بتخمنها، لا لا، النعمة أعلنت في المسيح يسوع، فظهرت نعمة الله المخلصة لجميعكم في المحبوب في يسوع المسيح. عشان كده يقول هذا هو ابني، لا اسمعوا، هذا هو ابني الحبيب. دعوة يسوع المسيح للجميع أن يكون هو بكر بين إخوة كثيرين، فيدخل هو إلى قدس الأقداس فيكون هو البكورة الذي دخل إلى قدس الأقداس، وبحسب أنه دخل
استطاع أن يكون وجودنا فيه. احنا بص خدوا بالكم احنا عملنا ايه، هو دخل لكن احنا اتحدنا فيه، فلما نتحد به يستطيع كل واحد فينا أن يدخل في قدس الأقداس، أن يدخل في الحضرة الإلهية. عشان كده النعمة مش شيء أنت بتستحقه لذاتك، ولا النعمة شيء يمكن أن تناله بمجهودك، ولا النعمة يمكن أن تأخذها بحسب أعمالك، لكن النعمة باتحادك بالمسيح صار لك قبول في آخر الزمان أمام كرسي العدالة الإلهية. صار لك قبول، يعني صار ليك كمان مش بس قبول لكن ترحيب. جلس عن يمين الآب، فهذا هو موطنه، هذا هو موطن العدالة الإلهية وموطن الحب الإلهي وموطن البركة الإلهية والنعمة الفياضة، النعمة التي فاضت وفورا على كل البشرية. لكن من هم بقى الذين يستحقون النعمة؟ هم الذين اتحدوا في المسيح يسوع. يعني أي إنسان موجود بره دايرة المسيح صعب إن هو يستمتع بالنعمة، فالنعمة لها أساس واحد وحيد هو شخص المسيح. المسيح هو الإعلان الكامل، مفيش إعلان آخر على هذا الكون على هذه الأرض غير شخص المسيح يسوع. قبولك واتحادك بشخص المسيح يسوع وسكنة الروح القدس في حياتك يجعلك تدخل إلى قدس الأقداس بناء على ذلك الأمر فقط، لكن بعدك عن هذا الأمر ظلمة خارجية حيث البكاء وصرير الأسنان. لما الأسنان تخبط في بعض كده ده صرير الأسنان، لما يبقى في بكاء شديد جدا لأنك مبتعد عن المسيح هنا وهناك في الأبدية كمان، وده أمر طبيعي. إذا ابتعدت عنه هنا فأنت تبتعد عنه هناك، مش معقولة هيكون ليك فرصة تانية في الأبدية. عشان كده في فرصة ليك الآن، وهذا الآن وقت مقبول، وهذا الآن وقت خلاص، فرصة الآن إنك تيجي لنعمة المسيح الفياضة، لنعمة المسيح الغنية، لنعمة المسيح اللي فيها ما فيهاش حدود، نعمة المسيح بلا حدود. تقدر تفتح قلبك النهاردة وتقول له أنا عايز أتحد بيك وفيك علشان أكون معاك في الأبدية. وده أمر أحبائي ما يحتاجش منك مجهود كبير، ولا يحتاج منك أنك أنت تقدم قرابين كثيرة جدا وذبائح كثيرة جدا. الله يريد رحمة لا ذبيحة، الله يريد رحمة لا ذبيحة، الله يرحم ويترأف علينا في المسيح يسوع، ويريد أن جميع الذين يسمعون هذه الكلمات يخلصون. النعمة غنية جدا جدا جدا. النعمة إحنا أحيانا كثيرة يا جماعة بنشتغل شغل ان احنا بنشحت النعمة، وده غلط، ده غلط. ما ينفعش نروح نتسول ونقول احنا محتاجين النعمة. النعمة لا ينفع انك تشحتها، النعمة هي مجانية، بمعنى، وكلمة مجانية دي مش معناها ان انت يعني مش هتقدم اي ثمن، لا، هي مجانية في غناها، مجانية في البركة اللي بتدخلك فيها، مجانية في قوتها، مجانية لانها تستطيع انك تنالها دون استحقاق. فالاستحقاق مش في ذاتك ولا في اعمالك ولا في كل اللي انت بتعيش فيه دلوقتي، لكن الاستحقاق لانه يسوع حبك، لانه المسيح يسوع عايزك، لانه سكنة الروح القدس في قلبك هي دي اللي بتكنس قلبك من كل قذارة العالم ووسخات الجسد ووسخات وشهوات هذا الكون اللي احنا بنحيا فيه. عشان كده تقدر تعيش مع المسيح، تقدر تعيش، تقدر تدخل من باب النعمة الغنية، تقدر تدخل من باب. زمان في العهد القديم كان علشان واحد يتقدس بس ويدخل بس حتى الساحة الخارجية أو الدار الخارجية من الهيكل، كان يحتاج أن يقدم قرابين وذبائح كثيرة جدا، والكاهن يصلي عنه ويقدم أمور عن نفسه وعن بيته علشان بس يشعر بالسلام والغفران. لكن ما أجملها الأيام التي نحن فيها مقيمون الآن، إنك تقدر مجرد إنك تصلي وتيجي النهاردة وتقول له يا رب أنا بصلي وعايز حياتي تبقى ملك ليك. عشان كده نقدر نعمل كده النهاردة في المحبوب يسوع الذي يحرر من كل موت ويحرر من كل خوف ويستعيد حياتك مرة أخرى من الموت إلى الحياة، لينير لك نور المسيح وليضئ وجهك الآن أمام نور المسيح
فتفهم مفهوم النعمة كما فهمه آباء الكنيسة. خلونا نصلي بهذا المفهوم في هذه اللحظات. إن كانت دي رغبة قلبك الصادقة، تعال النهاردة صلي معايا وقول له أنا عايز أقبلك مخلص شخصي لحياتي، تكون أنت الملك، تكون أنت السيد عليه، ولن أعود مرة أخرى للظلمة الخارجية والخوف وعدم السلام، لأنه أنا فيك محبوب، أنا فيك مقبول، أنا فيك غني، أنا فيك مستور، أنا فيك أستطيع أني أبقى مقدس لأنك أنت قدستني. أمين. إلهنا السماوي، إحنا بنيجي قدامك يا رب النهاردة وبنقولك محتاجينك في نعمتك تقبلنا يا رب، محتاجينك تبصلنا في دم يسوع المسيح وتطهرنا من كل خطية. احنا بنعترف يا رب اننا عوجنا كل مستقيم ولم نجاز عنه، وبنعترف امامك يا رب ان الظلمة قد ملأت حياتنا والخطية قد شوهت كل سمين وغالي خلقته في حياتنا، ولكن من يستطيع ان يعيد صورة المخلوق غير الخالق؟ فنحن نتوجه اليك يا خالقنا العظيم لكي تنعم علينا في المحبوب يسوع نعمة جديدة وتهبنا إيانا أن نفهم وندرك أن سكن الروح القدس هو الحل لكل مشاكلنا. يا رب بنصلي في ملء نعمة المسيح الآن أن تقبلنا وأن تهبنا الحياة الجديدة بالولادة الجديدة للدخول يا رب إلى قدس أقداسك. يا رب لا، نحن لا نتجادل لاهوتيا في أي نوع من أنواع الجدل، لكن كل ما نريد يا رب أن نفهم النعمة كما فهمها أباء الكنيسة من الكتاب المقدس، وندرك أن النعمة هي أعظم بكثير مما نفهم أو ندرك، لأنها مصدر إعلانك يا رب، مصدر رسالتك ومصدر إعلان إنجيلك لكل الناس، النعمة المخلصة لجميعنا. يا رب نشكرك من أجلها، ونشكرك من أجل أنك أنعمت علينا في المسيح يسوع وصارت لنا أحقية الدخول إلى قدس أقداسك بعدما كنا مطرودين، بعدما كنا منبوذين، بعدما كنا في حياة الخوف وحياة الألم، أصبحنا في حياة البركة وحياة النعمة. نشكرك يا رب، وأنا بصلي من كل قلبي لكل مشاهد الآن أن ينال بركة خاصة، بركة خاصة الآن في قلبه، وتتلامس معه تلامس جديد، وتغير قلبه الحجري، قلبه الحديدي، وتنقله نقلة حياة معك إلى الأبد يا رب. لك كل المجد. آمين. أحبائي المشاهدين، بشكركم لمتابعتكم لحلقتنا النهاردة عن مفهوم النعمة، لأنه النعمة التي لا نستطيع أن ندركه هي أنها بحر عظيم جدا جدا جدا، وفي أعماق غير عادية. أنت مجرد النهاردة بدأت على الشاطئ، إذا كنت صليت معايا الصلاة دي فأنت يدوبك دخلت رجلك بس على الشاطئ في بحر النعمة الغنية، نعمة شخص ربنا يسوع المسيح. ولما تخش كل يوم تكتشف أعماق أكتر في الحضرة الإلهية وفي سكنة حياتك الجديدة. الولادة الجديدة هي النعمة، والنعمة هي الولادة الجديدة، فلا تفهم النعمة بغير ما فهمته الكنيسة عبر كل العصور أنها إعلان الله الظاهر لنا في يسوع المسيح. حررنا من الخطية، نقانا من كل جسد ووساخة العالم، وولدنا ولادة جديدة، فصرنا خليقة جديدة، فصرنا بيبي صغير نقي ملآن طهارة ونقاء من شخص المسيح بذاته. أراكم أحبائي في حلقة قادمة بمشيئة ربنا من برنامج عصر الآباء أتكلم. سلام المسيح معكم.